مرة أخرى تغيب نجمة التنس البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا عن المنافسات الرياضية في لعبة التنس وبالتحديد بطولة أوكلاند. وأخبرت أزارينكا التي تقيم في ولاية لوس أنجلوس اللجنة المنظمة لبطولة أوكلاند بعدم قدرتها على المشاركة بسبب ما قالت إنها ظروف عائلية. ولم تشارك أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقا والتي تراجعت المركز 210 في التصنيف العالمي في أي مباراة منذ بطولة ويمبلدن في تموز يوليو الماضي. وكانت فيكتوريا أزارينكا الفائزة مرتين ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس قد حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في نسخة العام المقبل من بطولة أستراليا. لذلك تأمل أزارينكا أن تنجح في تسوية أمورها قبل انطلاق موسم 2018 من أجل التركيز على مشوارها في الملاعب. Victoria Azarenka is queen of the desert.